بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله طلبتنا الأعزاء الأفاضل وأسعد أوقاتكم. نتواصل معكم في تقديم محاضرات الفسلجة الطبية من قبل المقدمة من قبل دكتورة ميسم محمد حسين كعبي، اختصاص دكتورة فسلجة طبية تناسل عقم. ووصلنا وإياكم إلى اليونت 2 Blood and Body Fluids Lecture 6 اللي هي الهيموغلوبين and Iron Metabolism Part 2. وصلنا للأبنورمال هيموغلوبين. Abnormal types of hemoglobin or hemoglobin variants are the pathologic mutant forms. هي عبارة عن أشكال متحولة مرضية، الأنواع الغير طبيعية. Abnormal type يعني أنواع غير طبيعية من الهيموغلوبين. These variants are produced because of structural changes in the polypeptide chains. شنو سبب هذه؟ نوعين ناتجة من التغيرات التركيبية التي تحدث في السلسلة البوليبيبتيدية نتيجة الميوتيشنز in the genes of the globin chains. طفرات وراثية في الجينات الخاصة بالglobin chains. Most of the mutations do not produce any serious problem. أغلب هذه الطفرات الوراثية تصير، يقول أغلبها ما تنتج ذاك المشكلة الخطيرة. زين. Occasionally a few mutations result in some disorders. ولكن القليل منها من هذه الطفرات الوراثية اللي تحدث في الهيموغلوبين تسبب لنا اضطرابات في شكل وظيفة الهيموغلوبين. There are two categories of abnormal hemoglobin. صنفين من الهيموغلوبين الغير طبيعي، هيموغلوبينوباثيز نسميه هيموغلوبينوباثيز، مجموعة من الديزيز نسميه هيموغلوبينوباثيز، وهيموغلوبين انثلاسيميا and related disorders. زين، هسه هنا الهيموغلوبينوباثيز، هنا عندنا هذه النورمال ريد بلاد سيلز، هذه نورمال ريد بلاد سيلز، هذه ماخذين عندنا مقطع عرضي بها ومقطع تشريحي. نورمال هيموغلوبين، شوفوا هنا هاي هنا النقاط، هذه هي النورمال هيموغلوبين. السيكل سيل هاي اللي احنا شكلها يكون منجلي مثل المنجل، هاي بيها هنا طريقه الهيموغلوبين مالتها اب نورمال هيموغلوبين. هنا نشوف هنا عندنا السيكل سيلز بلوكينج بلاد فلو، نتيجه الشكل مالتها مو مثل ما طبيعي ديسك باي كونكيف، لا هنا سيكل سيل سيكل شيب هنا، فراح يسبب شنو نسميه بلوكج، يسبب لنا بالبلد فيزل وتغلق البلد فلو. هنا الهيموغلوبين هذا اللي هي النورمال، يعني هذا طبعا 2 الفا تشين و 2 بيتا تشين، وعندنا هذه الهيم صبغة الهيم وبنصها الايرون. زين، الهيموغلوب وهاي بنصها ذرة الايرون او جزيئة الايرون. هنا عندنا بالنسبه هذا هنا نورمال ريد بلاد سيل، هاي سيكل ريد بلاد سيل، نورمال هيموغلوبين هذا، هاي هنا عندنا الخليه الدم الحمراء الطبيعيه، وهنا مواقع الارتباط هاي وجود هذه صبغه الهيموغلوبين الموجوده في كريات الدم الحمر. هنا نشوف طريقه توزيع الهيموغلوبين هنا بصوره غير طبيعيه، نتيجه الشكل اصلا هو غير طبيعي نتيجة اللي يسموها سيكلد ريد بلاد سيلز مثل الشكل المنجلي. هنا عندنا النوع الثلاسيميا، زين، يصير حذف بال يعني في اما بالالفا تشين او البيتا تشين. زين، فهنا نقول عندنا هاي الفا ثلاسيميا، الفا ثلاسيميا او البيتا ثلاسيميا، فهنا يعني نتطرق لها ان شاء الله بنهاية المحاضرة بإذن الله. بس نيجي هنا عندنا الهيموغلوبينوباثيز. هيموغلوبينوباثي is a genetic disorder، إذن هو عبارة عن شنو تعريفها؟ اضطراب وراثي caused by abnormal polypeptide chains of hemoglobin، نتيجة سلسلة بوليبيبتيدية غير طبيعية للهيموغلوبين. Some of the hemoglobinopathies are the following. First one عندنا هيموغلوبين S. It's found in the sickle cell anemia and this the alpha chains are normal and beta chains are abnormal. فإذا الألفا تشين تكون طبيعية، هنا هذه الألفا تشين تكون طبيعية ولكن البيتا تشين تكون غير طبيعية. الهيموغلوبين C، the beta chains are abnormal.
أيضا نفس الشيء البيتا تشين abnormal and is found in the people with hemoglobin C disease which is characterized شنو هذا الديزيز تتميز بشنو هذا الديزيز characterized by mild hemolytic anemia فقر دم انحلالي بسيط و سبلينوميجالي تضخم بالطحال. الهيموغلوبين E هير also the beta chains are abnormal and is present in people with hemoglobin E disease which is also characterized by mild hemolytic anemia and splenomegaly. Hemoglobin M it is abnormal hemoglobin present in the form of the methemoglobin. It occurs due to mutation of genes of both in alpha and beta chains resulting in abnormal replacement of amino acids. فإذا هي أيضا تحدث نتيجة طفرة وراثية في الجينات الموجودة بالسلسلتين الألفا والبيتا resulting in abnormal replacement of amino acids راح يصير تبادل غير طبيعي في الحوامض الأمينية. It's present in babies affected by hemoglobin M disease or blue baby syndrome متلازمة الطفل الأزرق. It is an inherited disease هو مرض وراثي characterized by methemoglobinemia. الهيموغلوبين in thalassemia and related disorders in thalassemia different types of abnormal hemoglobin are present. The polypeptide chains are decreased, absent or abnormal. In alpha thalassemia the alpha chains are decreased, absent or abnormal. And in beta thalassemia يعني هنا بالالفا بنقول هاي عدة الفا ثلاسيميا فقر الدم اللي هو من نوع الالفا الثلاسيمة من نوع ألفا تكون ها شنو طبعا ألفا تشينز تقل أما قليلة أو معدومة أو غير طبيعية. البيتا ثلاسيمية أيضا نفس الحال البيتا تشينز are decreased absent or abnormal. Some of the abnormal hemoglobin found in thalassemia are hemoglobin GHI, PARS, Kenia, Lipor and Constant Spring. Abnormal hemoglobin derivatives يقول هنا الهيموغلوبين derivatives هي عبارة عن compounds that are formed by the combination of gases or chemicals with hemoglobin. فهي ارتباط غازات أو كيميائيات مع الهيموغلوبين. فعندنا هذا normal derivatives وعندنا هنا abnormal derivatives. هس راح نرجع نعيدها بالشرح. الهيموغلوبين derivatives refers to a blood test هو عبارة عن اختبار دموي to detect and measure the percentage of abnormal hemoglobin derivatives. إذن هو عبارة عن اختبار يوضح ويقيس نسبة وجود الهيموغلوبين الغير طبيعي. الهيموغلوبين is the only carrier for transport of oxygen. هو فقط الوحيد الناقل لغاز الأكسجين. Without بدون الهيموغلوبين which tissue death occurs within few minutes. بهالحالة يقول راح شنو الأنسجة راح تموت خلال دقائق. When hemoglobin is altered لما يتغير الهيموغلوبين its oxygen carrying capacity is decreased قابليته على حمل الأكسجين راح تقل resulting in lack of oxygen راح يصير نقص بالأكسجين في الخلايا. Therefore it's important to know about the causes and the effects of abnormal hemoglobin derivatives. Abnormal hemoglobin derivatives are formed by carbon monoxide poisoning or due to some drugs like nitrites, nitrates, and sulfonamides. فإذن شنو سبب هذا الأبنورمال هيموغلوبين derivatives؟ هو نتيجة التسمم بغاز أو الأكسيد الكربون أو أدوية أخذ بعض الأدوية السامة. Abnormal hemoglobin derivatives are شنو هاي هسه شنو أنواع الأبنورمال هيموغلوبين derivatives هي كاربوكسي هيموغلوبين، مت هيموغلوبين، سلف هيموغلوبين. Normal percentage of the hemoglobin derivatives in total hemoglobin الكاربوكسي يعني وجودها الطبيعي بنسب طبيعية راح يعني محددها وخلال انه اذا ارتفعت عن هذه النسبة راح تكون هي حالة مرضية. فالكاربوكسي هيموغلوبين يعني موجودة بالبودي 3% to 5%. المت هيموغلوبين less than 3% while سلف هيموغلوبين trace و sometimes undetectable يعني اصلا يعني قليله جدا او اصلا يعني غير موجوده. Abnormally high levels of hemoglobin derivatives in blood produce serious effects. الارتفاع التراكيز العاليه بهذه الهيموغلوبين حقيقه راح يسبب تاثيرات جدا خطيره. These derivatives prevent the transport of oxygen resulting in oxygen lack in the tissue. راح تمنع نقل الاكسجين
وهذا يؤدي إلى نقص الأكسجين بالخلايا والأنسجة، which may be fatal، أي قد يكون قاتل. كاربوكسي هيموغلوبين أو كربون مونوكسيد أو كربون مونوكسي هيموغلوبين is the abnormal hemoglobin derivatives formed by the combination of carbon monoxide with hemoglobin. And إذن هذا شنو يتكون؟ يقول هذا نتيجة اتحاد أول أكسيد الكربون مع الهيموغلوبين. كربون مونوكسيد is a colorless and odorless gas. إذن هو عبارة عن غاز لا طعم ولا رائحة. Since hemoglobin has 200 times more affinity for carbon monoxide than oxygen. لذلك الهيموغلوبين عنده 200 مرة كفاءة وانجذابية إلى الأحادي أكسيد الكربون أكثر من الأكسجين، يعني ضعف الأكسجين 200 مرة. It hinders the transport of oxygen resulting into شو هايبوكسيا، إذن يعيق نقل الأكسجين وبذلك راح يسبب لنا نقص أكسجة الأنسجة، يسموها الهايبوكسيا. شو هايبوكسيا؟ Normally 1 to 3% of hemoglobin is in the form of the carboxy hemoglobin. Sources of carbon monoxide، منين مصدر الكربون مونوكسيد اللي تسمو به أو أكسيد الكربون؟ Charcoal burning، حرق الفحم. Coal mines، تعدين الفحم. Deep wells، الأبار العميقة. Underground drainage system، نظام الصرف تحت الأرض. Exhaust of gasoline engines، عادم محركات البنزين. Gases from guns and other weapons، الغازات المنبعثة من البنادق والأسلحة الأخرى. Heating system with poor improper ventilation، نظام التدفئة مع تهوية فقيرة أو غير مناسبة. Smoke from fire، دخان الحرائق. Tobacco smoking، دخان السجائر. هذه كلها الأسباب اللي هي مصادر تكون لأول أكسيد الكربون والتسمم به. Signs and symptoms of carbon monoxide poisoning، شنو الأعراض والعلامات؟ While breathing air with less than 1% of CO، عندما يكون الهواء المتنفس أقل من 1% من غاز أول أكسيد الكربون، الهيموغلوبين saturation is 15 to 20%، تشبع بالهيموغلوبين راح يكون شقد إذا كان وصل تشبع بالهيموغلوبين 15 إلى 20%. And mild symptoms like headache and nausea appears، ألم بالرأس يصير وغثيان. زين، بينما إذا كان ال breathing air more than 1% of CO، إذا كان تنفس الهواء المتنفس الداخل الرئة أكثر من 1% من غاز أو الأكسيد الكربون، الهيموغلوبين saturation راح تصل إلى 30 إلى 40%. زين، يشبع بكمية يعني نسبة جدا عالية. إيش راح السبب إن هذه الكمية يعني بهذا الساتوريشن بهذه النسبة العالية؟ راح السبب إن severe symptoms، أعراض جدا حادة. شن هي؟ convulsions، اختلاجات عصبية. cardiorespiratory arrest، اعتقال القلبية التنفسية أو توقف يصير نسميه arrest. unconsciousness and coma، فقدان الوعي والغيبوبة. when hemoglobin saturation increases above 50%، لما تزداد يعني تشبع الهيموغلوبين بالغاز أو الأكسيد الكربون أكثر من 50%، death occurs، هنا أنا رح سبب لنا الموت. هاي خلصنا بالنسبة للكاربوكسي هيموغلوبين. هسه نجي المت هيموغلوبين. المت هيموغلوبين is the abnormal hemoglobin derivative formed when iron molecule of hemoglobin is oxidized from normal ferrous state Fe plus 2 إلى ferric state Fe plus 3. زين، إذا شو وقت تتولد عندنا المت هيموغلوبين؟ لما جزيئة الحديد بالهيموغلوبين تتحول تتأكسد من الحالة الطبيعية اللي هي الفرس ستيت نسميها Fe زائد 2 إلى الحالة الغير طبيعية اللي هي الفرك ستيت Fe زائد 3. المت هيموغلوبين is also called ferry hemoglobin. Normal met hemoglobin level المفروض هو 0.6 to 2.5% of total hemoglobin. Under normal circumstances also the body faces the threat of continuous production of methemoglobin. بالظروف الطبيعية الجسم يتصدى لهذا الخطر.
but it is counteracted by, لكن شنو هذا التصدي من خلال شنو؟ by erythrocyte protective system، نظام حماية كريات الدم الحمراء called nicotinamide adenine dinucleotide NADH نسميه system. nicotinamide adenine dinucleotide system زين. ف which operates through two enzymes، يكون عملها خلال انزيمين. شنو هاي الانزيمات اللي نسميه diphorase 1 nicotinamide adenine dinucleotide phosphate dependent reductase responsible for 95% of the action، مسؤول عن 95% من هذا العمل، انه يكون يعني يدحض او يواجه الخضر للمتي وتكوين الميتهيموغلوبين. الدايفوريز 2 NADPH dependent methemoglobin reductase responsible for 5% of the action. These two enzymes prevent the oxidation of ferrous iron into the ferric iron. فشنو هاي وظيفة هذه الانزيمات؟ وظيفتها حتى تحمي كريات الدم الحمراء، تمنع أكسدة الفرس ستيت اللي هي الحالة النورمال إلى الفرق ستيت اللي هي الحالة الأبنورمال. بس إحنا هاي كريات الدم الحمراء وجود هذا السيستمين الموجودين زين، اللي هي تحافظ على تمنع تحويل الـ FE2 إلى FE3. هنا الـ causes of methemoglobinemia. Methemoglobinemia is caused by variety of factors. Common factors of daily life. شنو العوامل اللي تسبب لنا الميتهيموغلوبينيميا؟ Well, water contaminated. Well, water contaminated with nitrates and nitrites. ماء الآبار الملوثة بالنترات والنيترات. Fires الحروق. Laundry ink حبر الغسيل. Match sticks and explosives أعواد الثقاب والمتفجرات. Meat preservatives المواد الحافظة للحوم which contain nitrates and nitrites و mothballs اللي هي نسميها نفثالين بولز كرات النفثالين، نستخدمها احنا في عود حماية النضحة في مكانات لقتل الحشرات اسمها كرات النفثالين. روم deodorizer propellants دافعات مزيلة الروائح الكريهة للغرفة، هذه تعتبر شنو ايضا هماتين مصدر لمصدر مصادر الميتهيموغلوبين. اكسبوجر نمبر 2 اكسبوجر تو اندستريال كيميكال سوتش از المواد الكيميائيه، التعرض الى المواد الكيميائيه الصناعيه اللي هي اروماتيك امينز الامينات العطريه فلورايدز الفلوريدات اريتنت غازز لايك نيتروس اوكسيد اند نيترو بنزين الغازات المهيجه بروبولين غلايكول داينيتريت اللي هو كل ثنائي النترات. نمبر 3 السبب الثالث الدراجز انتي بكتيريال دراجز لايك سلفوناميد مضاد البكتيريا مثل السلفوناميد. انتي مالاريال دراجز مضاد الملاريا مثل الكلوروكوين. انتي سبتكس قاتل الحشرات انهالنت ان سيانيد انتيدوت كيت الاستنشاق في مجموعة ترياق السيانيد و local anesthetics like بنزوكين المخدرات الموضعية مثل البنزوكين. Number 4 السبب الرابع والأخير hereditary trait السمة الوراثية due to deficiency of the NADH dependent reductase or presence of abnormal hemoglobin M. Hemoglobin M is common in babies affected by blue baby syndrome اللي قلنا المتلازمة الطفل الأزرق. A pathological condition in infants characterized by bluish skin discoloration ازرقاق الجلد caused by congenital heart defect نتيجة عوق أو مرض القلب الوراثي. النوع الآخر من الأبنورمال هيموغلوبين هو السلف هيموغلوبين. السلف هيموغلوبين is the abnormal hemoglobin derivatives and formed by the combination of hemoglobin with hydrogen sulfide. Drugs such as finasteride or sulfonamides causes it. Normal sulfhemoglobin level is less than 1% of the total hemoglobin. Sulfhemoglobin cannot be converted back into hemoglobin
and only way to get rid، يعني نقول ما نقدر احنا هذا حقيقة يتحول الى يرجع الى طبيعة الهيموغلوبين بحالة واحدة فقط، انه اقدر يعني اتخلص من هذا الهيموغلوبين، نوع الهيموغلوبين، من خلال شنو؟ من خلال wait until the affected RBC with sulfonamide sulfhemoglobin are destroyed after their lifespan. ننتظر لما كرية الدم الحمراء تاخذ يعني يعني الفترة المقررة لها من حياتها اللي هي 120 يوم وتموت، يلا يعني نقدر نستطيع انه تغلب على هذا النوع من الهيموغلوبين. Blood level of sulfhemoglobin normally very negligible amount of sulfhemoglobin is present in the blood which is non-detectable, but when its level raises above 10 gram per deciliter cyanosis occur. لما يعني تصل مرحلة إلى 10 gram per deciliter راح تبدأ عملية الإزرقاق تصير. Usually serious toxic effects are not noticed. يقول الحالات اللي يعني الخطيرة جدا الحمد لله يعني ما لوحظت أو ما شوهدت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.